السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلك كل جديد. البعض يتابع القناه لكن نسى يشترك في القناه. قبل ان تتابع الفيديو تاكد انه ضغط على زر الاشتراك ومفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم باذن الله. نتكلم في هذا الفيديو عن فيوتشر باسيف، زمن المستقبل المبني للمجهول. كما نعلم باللغة الإنجليزية لدينا 12 زمن، كل زمن له صيغة مبني للمجهول. كما نعلم مبني المجهول يعني يعود على شخص غير معروف، يعني لا نعرف الفاعل الذي قام بالفعل أو ليس هناك أهمية لذكر الفاعل ويكون التركيز على الحدث نفسه. نتعلم في هذا الفيديو كيف أشكل زمن فيوتشر باسيف بشكل مفصل وسهل. كما نعلم زمن المستقبل بيكون عندنا will والفعل بالتصريف الأول، أو بيكون عندنا are going to وعندنا الفعل ايضا بالتصريف الاول. تكلمنا في فيديوهات مفصله كيف اشكل المستقبل، اربع طرق تشكيل المستقبل في اللغه الانجليزيه اللي حب يرجع على قائمه تشغيل الازمنه، موجوده الفيديوهات هناك بشكل سهل وبسيط. لكن درسنا هذا اليوم عن فيوتشر باسيف، يعني المستقبل المبني للمجهول. They will receive a letter. They are going to receive a letter. الفعل في هذه الجمله will receive. الجمله الثانيه are going to receive. الفعل مكون من جزئين، مكون من four parts، من أربع أجزاء. كما نعلم الباسيف المبني المجهول بيكون verb to be فعل كون والفعل بالتصريف الثالث. هذه صيغة المبني المجهول دائما فعل كون وفعل بالتصريف الثالث. كيف نحول هذه الجملة إلى المبني المجهول؟ دائما المفعول به الأوبجكت تضعه فاعل للجملة الجديدة. هاي نسمي الجملة هذه active voice، يعني جملة مبنية للمعلوم. نريد نحولها الى passive voice الى مبني المجهول. نضع كلمة letter رسالة في بداية الجملة. كما نعلم الجملة الانجليزية بيكون subject فاعل وفعل وتكملة الجملة. المفعول به يصبح فاعلا في جملة passive voice، جملة المبني المجهول. letter يجب ان احافظ على زمن الجملة، نلاحظ will كما هي، لكن يجب ان يكون عندنا فعل كون will، بعد نستخدم be will be، وعندنا receive احولها الى الشكل الثالث الفعل او التصرف الثالث الفعل باضافه دي. موجوده الاي فقط نضيف دي لانه فعل regular verb، فعل نظامي، اصبح received. اذا كما قلنا الفعل التصرف الثالث لانه عندنا receive received received. A letter will be received، ستتلقى رساله. من الذي تلقاها؟ اذا we don't know، لا نعلم. اذا اردنا نضع الفاعل يجب ان نضع by، يعني بواسطة، لا أقول by they، by them. إذا بهذا الشكل a letter will be received by them، إذن عن طريقهم. دائما نستخدم بعد حرف الجر لأنه by عندنا preposition حرف جر، بعده يأتي الضمير بحالة المفعول به. كما نعلم الضمائر بحالة الفاعل I he she it we you they، هذه الضمائر تأتي في بداية الجملة، لكن بعد الفعل أو بعد حرف الجر الضمائر بحالة المفعول به I تصبح me him her it us you them. كما قلنا دائما الضمائر يجب معرفتهم. A letter will be received by them. لو كان الفعل I received by me received by him received by her received by us received by you وهكذا. إذا بعد حرف الجر نستخدم الضمير بحالة المفعول به، لا نستخدم الضمير بحالة الفاعل، هذا خطأ. إذا a letter will be received by them، ستتلقى رسالة عن طريقهم أو بواسطتهم. أيضا لدينا الجملة الثانية they are going to receive a letter، سيتلقون رسالة. أيضا لاحظ الأربع أجزاء هذه بتكون الفيرب الفعل، بعده بيكون الأوبجكت المفعول به. كما قلنا ضعها في بداية الجملة، يعني تكلم بحالة المفعول به تصبح فاعلا. A letter الفعل are going to، لكن انتبه they استخدمنا بعدها are. كما نعلم I he she it we you they، هذه الضمائر I نستخدم بعدها am he she it is we you they نستخدم معها are. لدينا a letter رسالة يعني مفرد، دائما مع المفرد نستخدم is، لا نقول a letter are، هذا خطأ ننتبه. لماذا؟ يجب أن يكون هناك توافق
إذا agreement توافق بين الverb الفعل والفاعل. لا نقول a letter are كما هنا إذا خطأ. A letter is ونكمل going كما هي. Going to كما قلنا يجب أن أستخدم verb to be فعل كون. دائما بعد will وبعد to يكون الفعل بصيغة المصدر. مصدر فعل كون هو be. إذا نقول to be نحول الفعل إلى تصريف الثالث بإضافة دي تصبح الجملة A letter is going to be received. ستتلقى رسالة. نريد أن نقول عن طريقهم نستخدم by ونضع them. كما قلنا نضع by they by them. إذا أصبحت جملة They will receive a letter. هذا active voice. Passive voice A letter will be received by them. They are going to receive a letter. سيتلقون رسالة. A letter is going to be received by them. إذن بالفيوتشر بالمستقبل بعد will وبعد to نستخدم be والفعل بالتصريف الثالث. إذن فقط كان عندنا will verb 1 will والفعل بالتصريف الأول. بالفيوتشر باسيف نستخدم will to بعدها نستخدم be وverb 3 الفعل بالتصريف الثالث. لاحظ هنا أصبحت received كانت receive أيضا receive أصبحت received واستخدمنا be received أيضا be received. He is going to write a story. إذن دائما ترجم is going to س يعني سوف سيكتب قصة يعني هو سيكتب قصة. أيضا he will write a story سيكتب قصة. أيضا عندنا will والفعل بالتصريف الأول. الحين برجع على الأزمنة تكلمنا عن المستقبل. هذه كل الجمل هذه نسميها active voice. Active voice مبني المعلوم. Passive voice مبني المجهول. كما قلنا ماذا يعني مبني المجهول؟ يعني يعود إلى شخص مجهول لا نعلمه يعني الذي فعل الفعل غير معروف. The doer of the action يعني فاعل الحدث غير معروف. هذه الجملة كما قلنا بعد الverb بعد الفعل بكل object المفعول به نضعه في بداية الجملة تصبح A story. بعدها يأتي الفعل كما نعلم جملة إنجليزية subject verb complement. إذا تتمت الجملة أو the rest of the sentence تتمت الجملة. وضعنا الفاعل a story. لدينا الفعل is going to لاحظين is going to كما قلنا بعد to نضع be. الفعل write كما نعلم write wrote written. إذا نستخدم الشكل الثالث الفعل إذا نضع written بالمبني المجهول. A story is going to be written. انتهينا يعني ستكتب قصة. إذا مبني مجهول من الذي يكتبها لا نعلم. إذا أردنا تأكيد على الفاعل كما قلنا نضع by لا نقول by he by him. إذا عن طريقه أو بواسطته. لو كان الفاعل مثلا أحمد نقول by أحمد. أحمد and Mary by أحمد and Mary. إذن الفاعل حالة المبني المعلوم يصبح بعد حرف الجر في حالة المبني للمجهول. إذا تصبح الجملة A story is going to be written by him. He will write a story. إذا نضع story في بداية الجملة A story نضع الفعل will كما قلنا بعد will نضع be نحول write إلى التصرف الثالث والشكل الثالث الفعل كما قلنا write wrote written. إذن تصبح will be written. A story will be written. ستكتب قصة. إذا أردنا تأكيد الفعل كما قلنا نضع by him عن طريقه. إذن by him كما قلنا he by him. إذا كان she by her. لو كان عندنا it by it. We by us. إذن ضمير بحالة الأوبجكت المفعول به. لو كان عندنا they by them. لو كان عندنا you by you. إذن بهذا الشكل دائما بعد حرف الجر نستخدم الضمير بحالة المفعول به. إذا تصبح الجملة A story is going to be written by him. A story will be written by him. الجملة الأولى هذه نسميها active voice يعني جملة مبنية للمعلوم. الجملة هذه passive voice إذا مبني للمجهول. أيضا active voice مبني للمعلوم. passive voice مبني للمجهول. إذا لتحويل الفعل
من active إلى passive بالfuture بعد will وبعد to نضع فعل الكون be بعدها نحول الفعل من verb 1 نحول إلى verb 3 إلى الشكل الثالث الفعل نسميه past participle. إذن اسم المفعول أو الشكل الثالث للفعل. وكمان نعلم طريقة تحويل مبني مجهول، فقط المفعول به يصبح في بداية الجملة، نضع الفعل في المستقبل وننهي الجملة، إذا أردنا تأكيد الفاعل نضع باي، نضع الفاعل بحيث الجملة المبنية المعلوم. ودائما ما ننسى المبني المجهول نحافظ على صيغة الزمن، إذا كان مستقبل يبقى مستقبل بالمبني المجهول، إذا كان ماضي بسيط يبقى ماضي بسيط، إذا كان زمن تام أيضا يبقى تام، لا نغير. إذا يجب أن نحافظ على الزمن. كما نعلم الزمن ما هو؟ هو وقت حدوث الفعل. إذا نقول بالماضي لا يمكن نحول الجملة إلى المضارع بحالة المبني المجهول، هذا خطأ. إذا دائما ننتبه دائما وأبدا صيغة الزمن يجب أن تبقى كما هي، لكن لتحويلها يكون عندنا فعل الكون والفعل بالتصرف الثالث، هي صيغة المبني للمجهول دائما. طبعا تكلمنا في فيديوهات سابقة باقي الأزمنة كيف أحولها من المبني المعلوم إلى المبني للمجهول. ودائما مهم جدا معرفة هذا الزمن المبني المجهول، يستخدم كثيرا في اللغة الإنجليزية في اللغة المحكية والمكتوبة. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه كيف أحول الفيوتشر إلى فيوتشر باسيف من خلال العديد من الأمثلة وشرحناها بشكل مفصل. أتمنى قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.